مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في المحطة الإخبارية الأسبوعية، وإلى جديد أخبار الثقافة والفن. على امتداد شارع الفراهيدية الثقافي بالبصرة يقف الفنانون العراقيون ليرسموا ويلونوا مشاهد من الزلزال ربما رأوها ورسخت في ذاكرتهم أو تخيلوها وتركت أثرها فيهم، ويشاركونها المارة بهدف التفاعل مع الضحايا. ولأن الفن رسالة إنسانية يحاول هؤلاء الفنانون محاكاة وتصوير الأحداث بأكثر الصور تأثيرا في نفوسهم بكل أدواتهم الفنية. فقد وأسى وتعاطف كانت أهم تعابير تلك اللوحات، فالرسامون يقومون عبر مبادرتهم بترك أثر طويل الأمد ودفع الناس لمواصلة تبرعاتهم لمنكوبي الزلازل. مدائن صالح، أول معلم تاريخي لليونسكو متاح للاستكشاف يدخل عالم الميتافيرس. هذا ما أعلنت عنه محافظة العلا قبل أيام في أولى خطواتها لتسجيل حضور رقمي لموقع الحجر الأثري التاريخي. إذن هو أول موقع سعودي يدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. الموقع يضم 111 مقبرة معظمها بواجهات مزخرفة وكتابات على الصخر، حيث يمكن للزوار عبر المنصة استكشاف الآثار عبر بوابات المعلومات المصممة بنحو يبرز تاريخ وحضارة العلا. كما يمكنهم أيضا الاحتفال بمهرجان البالون في فضاء العلا الرقمي والتنقل في أرجاء المكان عبر شخصياتهم الافتراضية والتجول في أرجاء البيئة الطبيعية الثقافية. في خطوة لتذكير الناس بأيام مجد العمارة اللبنانية، ابتكر شقيقان لبنانيان نماذج مصغرة ثلاثية الأبعاد لمنازل تراثية تقليدية في مشروع أطلق عليه من لبنان مع الحب، لمحاكاة التراث والثقافة اللبنانية من خلال العمران. يستخدم الشقيقان خشبا معاد التدوير وقطع ديكور وتذكارات لأشياء مصنوعة في لبنان لسكان وللمغتربين وللسائحين، ويتعاونان مع فنانين محليين وحرفيين ومؤرخين وفئات متنوعة بالمجتمع بجهدهم الخاص للحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تتواصل البرامج والفعاليات المخصصة للطفل بمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته 27 في مختلف دور النشر، حيث جاء التركيز على المهارات التي تحاكي مخيلة الطفل وتواكب تطلعاته في المجالات المعرفية. فثمة فضاء لفن بديع تنمو فيه المدارك ويتسع فيه الخيال. الزميلة فاطمة بنت إحسان ستأخذنا في جولة قصيرة في معرض الكتاب نتعرف من خلالها على انطباعات وآراء الأطفال، نتابع. أهلا بك فاطمة وبالمشاهدين الأحبة، كما تشاهدون نحن هنا في أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب، وسنتعرف اليوم على بعض الآراء والانطباعات من المشاركين في المعرض وأيضا من الزوار. طفت مع حكايات بغداد إلى معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الجديدة. هذه المشاركة الرابعة لنا، نحن منشورات مصابيح لكتاب الطفل في بغداد شارع المتنبي. هدفنا الوحيد هو أن لا نخذل الأمهات ولا الأطفال عندما يقرؤون قصصنا. نحاول أن نقدم وليمة سردية قصصية تنفع الجميع. نحن نستهدف الفئة العمرية من 4 إلى 70، ولدينا كاتبات من سلطنة عمان ومن البحرين والكويت والعراق وسوريا وجميع بلدان الوطن العربي. نحن نحاول أن نضيء قليلا الشمعة الكبيرة التي تضيء دائما في مسقط بكتاب مسقط. ليش اخترت هذا الكتاب؟ لأن أحب السباحة في اليوتيوب. وهذا الكتاب في صورة لمسبح صح؟ وريني اياها. عندك كتب ثانيه في البيت؟ ايوه. ايش تحب تقرا بالعاده؟ لغه العربيه. جميل، شكرا لك اياد. عفوا.
أنا اليوم متواجدة في معرض الكتاب في ركن وزارة التربية والتعليم. في معرض الكتاب أعرض بعض اللوحات وبإمكانكم زيارتي هنا لمشاهدة بعض من لوحاتي أرسم بالفحم والرصاص. وطبعا كل هذا اللي وصلت له الآن بفضل ربي وبفضل دعوات أهلي. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرتنا الثقافية لهذا الأسبوع، نلتقيكم الأسبوع المقبل. أما الآن فعودة إلى زميلين بثينة وعلي وبقية أخبار العاشرة، إلى اللقاء.